انا معجبه كمان بدلوقتي الاطار او السيناريو اللي بقى ماشي، انه الناس بتطلب الهدايا بتاعتها. يعني تلاقي مثلا اتنين هيتجوزوا خلاص قريب، فبيبتدوا ان هم يقولوا لصحابهم او الناس اللي حواليهم انه احنا ناقصنا في البيت كذا او كذا او كذا. مش شرط كل واحد يجيب حاجه، بس ممكن مثلا يجمعوا ويجيبوا لهم حاجه قيمه في البيت، تلفزيون، مايكرويف، ايا كان الحاجه اللي ناقصاهم ايه. نفس الفكره في اعياد الميلاد، او نفس الفكره انه لما اكون انا ناقصني حاجه فبعلن للي حواليا عن الحاجات اللي ناقصاني. بالظبط. ومش شرط يا جماعه، حتى لو البادجت انت شايفها ان هي كبيره عليك، ممكن ناس كتير يتشاركوا فيها، بس في الاخر ان انت تكون جبت حاجه مفيده للشخص ده. بالظبط كده. ويا جماعه بلاش نحط سعر الحاجه على الهديه، دي مش معناها ان انت جايب هديه غاليه، دي بتقلل من قيمه كل من حاجه، قيمه الشخص نفسه. ده مش صح. يعني دايما الحاجه اللي انت جايبها هي بتبان ان هي غاليه، بتبان بقيمتها ان هي كويسه، حتى لو ما كانتش عاليه قوي. في الاخر خالص انت جايب حاجه يعني المفروض بتديها لحد كهديه. بالظبط. مش لازم نعرفه دي ايه عشان يردها لك في يوم من الايام بشكل معين. كل دي افكار لازم بعد الفلوس. لا يعني هو الاهم من ده ان احنا لازم دايما فكره الهدايا، او ان احنا النهارده بنتكلم عن الهدايا ليه، خلوا مشاعركم تطلع زي ما هي. لو انت فعلا محتاج ان انت تعبر لشخص عن حبك ليه او امتنانك ليه او شكرك باي طريقه، ممكن تعبر له عن ده، وهيوصل مشاعرك بشكل اكبر عن طريق الهديه، حتى لو كانت حاجه بسيطه جدا. ولكن عبروا عن مشاعركم وفرحوا الناس اللي حواليكوا، لان من فرحه الناس اللي حواليكوا انتوا هتاخدوا طاقه ايجابيه وسعاده يعني لا تتخيلوا.